احنا جهزنا بشكل جيد للمؤتمر ده. خلال افتتاحه ل 19 مشروعا خدميا، الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد الاعداد الجيد للمؤتمر الاقتصادي والمضي قدما في البناء والتنمية. الجامعة العربية تشدد على أهمية تشكيل قوة عسكرية عربية لمواجهة الإرهاب والمنظمات الإرهابية. حفتر يؤدي اليمين القانونية قائدا عاما للجيش الليبي ويؤكد مواصلة العمليات العسكرية ضد الميليشيات المسلحة. الثامنة مساء هنا في القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، تحية لكم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة بدايتها مع فوزي جد الله. إليك فوزي. أشكرك أمل. السيدات وسادة، تحية لحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم الإعداد الجيد لمؤتمر مصر الاقتصادي من قبل كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية، مشيرا إلى أن المحاولات الآثمة لعرقلة المؤتمر لن تنجح. وأضاف السيسي خلال افتتاحه ل19 مشروعا خدميا أن القوات المسلحة المصرية تساهم تشرف على عدد من المشروعات التنموية بمصر، وذلك بالنظر للمفهوم الشامل للأمن القومي. القائد الأعلى للقوات المسلحة. على طريق البناء والتنمية تمضي مصر قدما، وهو ما تؤكده المشروعات الخدمية التي يتم افتتاحها بين الحين والآخر والأخرى المنتظر الانتهاء منها. 19 مشروعا خدميا جديدا افتتحهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكلفة إجمالية بلغت 3.5 مليار جنيه، شملت عددا من الكباري والأنفاق والطرق في مختلف محافظات مصر، هذا فضلا عن افتتاحه لمسجد المشير حسين. 62 مشروع في مجال النقل والمواصلات، منها طرق بإجمالي أطوال 585 كيلومتر، و42 كوبري سيارات ومشاة وميناء بحري، 83 مشروع في مجال الرعاية الصحية بإجمالي 1618 سرير ب22 محافظة، 257 مدرسة ب18 محافظة، 8 مشروع ثقافي ترفيهي ب3 محافظات، 14 مشروع خدمات عامة ب7 محافظات، 19 مشروع في مجال الإمداد بالمياه بإجمالي 52,500 متر مكعب يوم مياه محلاة. الرئيس السيسي من جانبه أشاد بدقة وسرعة تنفيذ المشروعات وكفاءتها العالية، بما يعمل على المساهمة في دفع عجلة التنمية في مصر والعمل على تخفيف معاناة المواطنين. احنا بنعمل كده عشان نرحم أهلنا، نرحم أهلنا المصريين نتيجة شوفوا حجم الحركة اللي موجودة على المنشآت اللي اتعملت دي، وفرت وقت وجهد واقتصاد قد ايه. ويأتي افتتاح هذه المشروعات قبيل المؤتمر الاقتصادي المقرر نهاية الأسبوع الجاري، والذي أكد الرئيس السيسي أنه تم الإعداد له بشكل جيد من قبل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى عدم نجاح المحاولات الآثمة لعرقلة المؤتمر. المؤتمر الاقتصادي دراع مصر، وأنا بأكدها عليكم تاني، هو احنا مش عارفين ان هم هيعملوا كده ولا ايه؟ لا احنا عارفين. احنا مش عارفين ان هم عايزين يعرقلوا اللي بيتم؟ لا احنا عارفين. بس ما حدش يقدر يقهر إرادة الناس، ما حدش يقدر يعيق أمة عايزة تطلع لقدام. أيت عبد اللطيف، النيلة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي. تحياتي لك دكتور حمدي أولا، وكيف تابعت افتتاح 19 مشروعا خدميا؟ إلى أي مدى تحقق هذه المشروعات وغيرها من المشروعات بإشراف القوات المسلحة مفهوم الأمن القومي المصري؟ أولا أبادر التحية أيضا، وفي هذه الحالة نجد أن المشروعات التي تم افتتاحها تعتبر مشروعات داعمة للاقتصاد القومي.
يعني هي تدعم البنية الأساسية للاقتصاد القومي، وتعتبر ركائز أساسية لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين. مصر فيها تزايد في السكان سنويا، وفي حاجة متزايدة إلى مزيد من الخدمات التعليمية والصحية والطرق والكباري وكل الأشياء التي ترفع مستوى المعيشة. هذه المشروعات سوف تحسن مستوى المعيشة، سوف تدعم المشروعات الأخرى الإنتاجية، مشروعات التي تعتمد على خدمات هذه المشروعات التي تم افتتاحها. في هذه الحالة بنجد أن الاقتصاد بيستفيد من هذه المشروعات، الإنسان أيضا المصري بيستفيد من هذه المشروعات في إطار التنمية البشرية. فتنمية اقتصادية وتنمية بشرية تتكامل مع بعضها البعض، وهذا يعزز من قدرات مصر التنافسية، خصوصا وأن جميع الأعين الخارجية على مصر هذه الأيام المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد يوم 13 الجاري إن شاء الله. طبعا هذا كله في إطار أن القوات المسلحة إنجازاتها أسرع مع الشركات والجهات الحكومية، ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية ومن رئيس الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، جعل أن هناك سرعة في الإنجاز، وجعل أن هناك يعني باستمرار مشروعات جديدة. فلا نتحدث كثيرا أو الحكومة لا تتحدث كثيرا عن مشروعات سوف يتم إنشاءها، وإنما مشروعات انشأت وافتتحت بالفعل. فهذا منهج عملي بيعزز أن قدرة مصر التنافسية سوف تتزايد باستمرار، وليس من عن طريق الدعاية والإعلان، وإنما عن طريق الأفعال هي التي تقول وليس الأقوال التي تفعل. دكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. واتساقا أكد الرئيس السيسي أن القتل والتدمير والتخريب ليس من شيم الأديان، مشددا على وعي المصريين واستعدادهم للتضحية من أجل الوطن. وأضاف الرئيس أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة الأجهزة والمؤسسات بمعاونة الشعب المصري لتجاوز هذه المرحلة. شدد الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل العربي على أن هناك حاجة ماسة إلى إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب وأنشطة المنظمات الإرهابية التي تواجهها الدول العربية. جاءت تصريحات العربي خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي أكد خلاله أيضا وزير الخارجية سامح شكري أن العالم العربي يواجه ظروفا استثنائية وتحديات غير مسبوقة. ما يقارب من 24 بندا تم التوصية بهم من خلال اجتماع المندوبين الدائمين، منها توصيات من الدول الأعضاء حول قضايا خاصة وآليات جديدة لتطوير الجامعة العربية وتحديث ميثاقها. عقد اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث هذه البنود المطروحة في دورته 43 بعد المئة. والمطلوب أن تكون الجامعة العربية أكثر قدرة وفعالية على الاستجابة السريعة لما يحصل بالمنطقة من تغيرات وما تواجهه من مخاطر جسيمة. السيد الرئيس، إن الأمن القومي العربي يواجه مخاطر تتصاعد حدتها وتداعياتها على جميع بلدان المنطقة، ولعل من أخطر ما نشاهده اليوم من تمدد سرطاني لأنشطة جماعات الإرهاب والتطرف العابرة للحدود. إن المرحلة الدقيقة ككل والتحديات شاخصة واضحة لا تحتاج إلى استرسال في التوصيف قدر الحاجة إلى الغوص في المسببات للتصدي لها. نعم، نحتاج إلى بذل الكثير من الجهد للقضاء على الجهل والفقر وتفشي الأفكار الظلامية. نعم، نحتاج إلى العمل بشتى الطرق لترسيخ مفهوم الدولة المدنية وقيم المواطنة في مجتمعاتنا العربية. المملكة الأردنية تسلمت رئاسة مجلس الجامعة العربية من موريتانيا، والتي أكدت الأخيرة على حسن تعاون الجميع في الدورة الماضية في خدمة القضايا العربية.
إن الفترة التي تشرفنا بها برئاسة المجلس الجامعة كانت بفضل مجهودنا الجماعي حافلة بالعطاء خدمة للقضايا العربية، حيث عقدنا خلالها أكثر من 10 اجتماعات سواء على المستوى وزراء الخارجية وعلى المستوى المندوبين الدائمين، سمحت لنا بمتابعة وتقييم مختلف جوانب العمل العربي المشترك. يتضمن جدول أعمال بنود حول الحفاظ على الموارد المائية في الوطن العربي والأمن المائي العربي وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. بنود عديدة تم مناقشتها، أهمها دعم الحكومة الشرعية في ليبيا والتكاتف من أجل مواجهة المنظمات الإرهابية التي تسيء للدين الإسلامي والعالم أجمع. لتنتظر جميع الدوائر السياسية على مستوى العالم اجتماع القمة العربية وما سيصدر عنه من قرارات قادرة على مواجهة التحديات التي تحيط بالأمة العربية. من الجامعة العربية، منذر أبو دوح، النيل. للمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام حول اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة اليوم، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي. أستاذ عزب، تحياتي في البداية، كيف تابعت اجتماعات وزراء الخارجية العرب في ضوء تصريحات الأمين العام للجماعة العربية التي أكد فيها على أهمية إنشاء قوة عسكرية عربية لمواجهة الإرهاب والمنظمات الإرهابية؟ يوم ماراثوني طويل، حتى الآن لم تنتهي الاجتماعات. الجلسة المغلقة التي عقدت بعد الظهر بعد افتتاح الجلسة الأولى لم تنتهي حتى الآن، والوزراء العرب يواصلون مناقشاتهم في الملفات المطروحة عليهم، وهي مناقشات تتسم بالجدية، خاصة أن هذه الدورة هي التي تعد وتحضر للقمة العربية التي ستعقد بشرم الشيخ نهاية هذا الشهر. وكما ذكرت، فإن أهم بنود هذه الدورة والقمة بالضرورة هو البند المتعلق بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية موحدة ومشتركة، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل فترة، وحظي بدعم خليجي وبدعم عربي واسع، وإن كانت هناك بعض تحفظات من أطراف عربية. ومن ثم أنا أظن أن لو هذا الاجتماع والقمة العربية القادمة أصدر أو تبني هذا الاقتراح وتم بلورته في خطوات عملية لتشكيل هذه القوة، ليكون بمقدورها أن تعيد الاعتبار للفعل العربي الجماعي على الصعيد الدفاعي، وحتى يمكن البدء في رد على الإرهاب الذي استشرى في المنطقة استشراء خطيرا وتمدد في مناطق شاسعة في أراضي واسعة من سوريا والعراق ثم في لبنان وفي ليبيا، وله ظلال في مصر كما نشاهد في سيناء وبعض المناطق الأخرى. ومن ثم هذه خطوة مهمة من الوزراء العرب من القادة العرب في القمة القادمة. أشكرك جدا الأستاذ العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا. أعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير استشهاد صف ضابط ومجندين وإصابة ثلاثة من عناصر القوات المسلحة في حادث إرهابي وقع اليوم شمال سيناء. أشار المتحدث العسكري في بيان له إلى أن عناصر إرهابية قامت بزرع عبوة ناسفة استهدفت إحدى مركبات القوات المسلحة أثناء القيام بأعمال التأمين بمنطقة الشيخ زويد. فتحت مصر ميناء رفح البري لمدة يومين بشكل استثنائي لعبور العالقين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. كان قد تم إغلاق ميناء رفح البري عقب حدث الاعتداء على قوة الأمن في كمين كرم القواديس في 24 من أكتوبر الماضي. من جديد، أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر ولمدة يومين لتسهيل سفر الحالات الإنسانية والمرضى من قطاع غزة وعودة العالقين في الخارج. اجتنا أخبار أنه حيفتح المعبر يوم الاثنين والثلاثة، فتوصلت مع الجامعة قالت لي أوكي أنت معك يوم الاثنين والثلاثة، معك ليوم الاثنين والثلاثة تطلع من المعبر، يوم الخميس تكون في أمريكا. فإجت على المعبر، كان إلى أصدقاء عندهم إقامات برضو حيسافروا كذا، على أمل أنه بفرج ربنا أطلع. أنا مسافر طبعا على جمهورية مصر العربية، مرافق لابن المريض اللي هو مقرر له عملية جراحية لعملية زراعة حالب. إعادة فتح المعبر هذه المرة جاءت تتويجا لنجاح زيارة قادة حركة الجهاد الإسلامي لمصر وتقديمها مبادرة جديدة لانتظام عمل المعبر
تستند على إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. فتح معبر رفح وجاء نتيجة للحرص المصري المستمر على مصالح الشعب الفلسطيني. وفد حركة الجهاد الإسلامي الذي زار القاهرة خلال الأيام الماضية لمس حرص كبير من قبل القيادة المصرية والمسؤولين المصريين على منح مزيد من التسهيلات لقطاع غزة على وجه التحديد. ومقارنة بأيام فتح المعبر سابقا، يتوقع أن يتمكن حوالي 2000 فلسطيني من مغادرة غزة والعودة إليها خلال يومي فتح المعبر، في حين ينتظر الفلسطينيون حلا جذريا يغير الوضع القائم. يأمل الفلسطينيون أن يكون إعادة فتح معبر رفح هذه المرة بداية حلحلة مشكلة المعبر، والتي بات واضحا أنها من جزئين: سياسية يتحكم الانقسام الفلسطيني فيها، وأمنية مرتبطة بأحداث سيناء. عمر بشير، للنيل، قطاع غزة. عقدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المؤتمر الأول لضمان جودة التعليم بالأزهر الشريف، الواقع، التحديات، الآمال. يأتي انعقاد المؤتمر انطلاقا من توجهات الدولة بشأن تطوير التعليم في الأزهر الشريف والارتقاء به وتحقيق جودته ليستكمل دوره التاريخي محليا وإقليميا ودوليا الذي يمتد لأكثر من 1000 عام. لاستكمال دوره التاريخي محليا وإقليميا ودوليا والذي يمتد لمئات الأعوام، عقدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المؤتمر الأول لضمان جودة التعليم بالأزهر الشريف للارتقاء بمستوى التعليم وجودته بهذه المؤسسة العريقة. إعداد وتمكين الطالب الأزهري ليكون حافظا لكتاب الله، متقنا لأحكام تلاوته، فاهما لمعانيه، مدركا لمقاصده، وقادرا على البحث واستخدام المنهج العلمي في مجال تخصصه، ومتمكنا من مهارات اللغة العربية ومن إحدى اللغات الأجنبية تحدثا وكتابة. أن الإسلام دين عمل وحركة وتفاعل وتعاون، فمن حيث العمل جاءت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة لتحث الإنسان على العمل وجودته. الحضور أكدوا أن المؤتمر يهدف لتحقيق نقلة نوعية في مخرجات المؤسسات التعليمية بالأزهر الشريف وتخريج جيل جديد قادر على تصحيح الأفكار والمفاهيم الخاطئة التي تداولت مؤخرا والابتعاد عن التأويلات الفاسدة ونزعات الغلو والتشدد. إن أهمية دور الأزهر تعود إلى محاولاته الدؤوبة عبر العصور في ترسيخ قيم التعايش بين كافة فئات المجتمع المصري وتصحيح الأفكار المغلوطة وبث قيم التسامح والوسطية. أنه لا يمكن النهوض بمصرنا الحبيبة ولا الارتقاء بها ووضعها في المكانة اللائقة بها إلا إذا استطعنا أن نرتقي بالمنظومة التعليمية ونرفع من مستوانا غير المرضي على مستوى الجامعات أو التعليم ما قبل الجامعي. المؤتمر تناول أيضا ضرورة التركيز في تربية النشء الجديد على سمات الإسلام الحنيف كالشعور بالمواطنة وقيم التعددية وقبول الآخر ونشر المحبة والتسامح في أرجاء المجتمع. في الوقت الذي تعاني فيه مصر بل المنطقة كلها من المتشددين باسم الدين، يأتي هذا المؤتمر للدفع بتخريج أجيال جديدة عصرية وغير نمطية قادرة على التفاعل مع متغيرات العصر، مؤهلة لحمل راية الأزهر بأفكاره الوسطية. عمرو عبد العزيز، النيل. قال القائد الجديد للجيش الليبي الفريق خليفة حفتر إن قواته ستواصل دون توقف محاربة الإرهابيين في كامل البلاد. وكان حفتر قد أدى اليمين القانونية قائدا عاما للجيش الليبي بعد أن منحه البرلمان الليبي المعترف به دوليا رتبة إضافية وتم ترقيته إلى رتبة الفريق أول.
وميدانيا أصيب 10 جنود من قوات الجيش الليبي جراء الاشتباكات العنيفة مع قوات مجلس شورى ثوار بني غازي بمناطق مختلفة بمدينة بني غازي. يأتي هذا بينما قصفت طائرة حربية محيط مطار معاطيق الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس دون أن يسفر ذلك عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. وأقل المتحدث باسم الجيش الليبي محمد حجازي أن الغارة استهدفت المطار لأنه خارج شرعية الدولة، ويأتي منه المقاتلون الأجانب والأسلحة إلى الميليشيات في المنطقة الغربية. في غضون ذلك أيضا أعلنت السلطات الفلبينية أن 4 فلبينيين و5 أجانب خطفوا خلال هجوم على حقل الغاني النفطي جنوب ليبيا. يعقد الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي اجتماعا وزاريا في مدينة عدن يضم 15 وزيرا و5 نواب للوزراء لبحث تطورات الراهنة في البلاد. يأتي هذا في الوقت الذي وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على عقد مؤتمر للحوار اليمني في العاصمة السعودية الرياض. وقال الديوان الملكي السعودي أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز نقل إلى قادة دول المجلس رغبة الرئيس اليمني في نقل الحوار إلى الرياض على أن تتولى أمانة المجلس وضع كافة الترتيبات اللازمة لذلك. وكان الرئيس اليمني بعث برسالة إلى العاهل السعودية قال فيها أن المؤتمر يهدف إلى المحافظة على أمن واستقرار اليمن في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها. على جانب آخر، قتل 3 جنود يمنيين وأصيب 4 آخرون في هجوم لتنظيم القاعدة على قاعدة للجيش جنوبي البلاد. أشارت مصادر محلية أن الهجوم أسفر عن مقتل مسلحين 2. وأضافت المصادر أن تعزيزات عسكرية مدعومة بعشرات من اللجان الشعبية المسلحة لمساعدة قوات الجيش في الدفاع عن القاعدة العسكرية وفي محافظة اشتباكات بين عناصر القاعدة والجيش اليمني وقوات مكافحة الإرهاب في مدينة الحوطة، حينما حاولت هذه العناصر إنشاء نقطة أمنية على الطريق العام بالمدينة مما أدى إلى وقوع ضحايا. بانوراما نيل تتواصل مع حضراتكم مشاهدينا، ولكن في مجموعة من الأنباء الاقتصادية. أنباء الاقتصاد في هذه النشرة مع محمد سليمان، إليك محمد. أشكرك أمل وشكرا لك فوزي. مرحبا بكم مشاهدينا، وهذه أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الثامنة وأبرز ما فيها بعد الفاصل. وزارة البترول تنفي وجود أي نية أو توجه حكومي حاليا لزيادة أسعار المنتجات البترولية. مرحبا بكم مجددا. نفت وزارة البترول والثروة المعدنية وجود أي نية أو توجه حكومي حاليا لزيادة أسعار المنتجات البترولية. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حمدي عبد العزيز إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات لا صحة لها جملة وتفصيلا، وناشد المواطنين عدم الانصياق وراء الشائعات التي من شأنها زعزعة استقرار سوق المنتجات البترولية. كما أكد على انتظام الإمدادات من الإنتاج المحلي وبرنامج الاستيراد، وأن هناك كميات كافية لتغطية الاستهلاك المحلي. قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه اتفق مع المهندس شريف إسماعيل وزير البترول على زيادة ضخ كميات كبيرة من اسطوانات البوتاجاز المنزلية بكافة مستودعات الجمهورية بهدف توفيرها للمواطنين والقضاء على أزمة نقل البوتاجاز حاليا. وأضاف حنفي إنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من وزارات التموين والبترول والإصلاح الإداري لوضع الخطوات التنفيذية لتوزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية على بطاقات التموين الذكية خلال أسابيع. وأرجع حنفي أسباب نقص البوتاجاز بالمستودعات إلى سوء الأحوال الجوية في الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى إغلاق الموانئ ومنعت دخول السفن المحملة بالغاز المستورد من الخارج، مما أدى إلى عدم تشغيل مصانع إنتاج البوتاجاز بكامل طاقتها. تبين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط ترقب لمؤتمر مصر الاقتصادي الذي سيبدأ يوم الجمعة المقبلة وحجم المشروعات التي ستنجح الحكومة في تسويقها خلاله. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 78% مسجلا 9713 نقطة، وهو أعلى مستوى له في شهر تقريبا.
بينما تراجع مؤشر اي جي اكس 70 للاسهم الصغيره والمتوسطه بنسبه 28%، وربح راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيده بالسوق نحو 1.5 مليار جنيه ليصل الى 518 مليار جنيه بعد تداولات كليه بلغت 600 مليون جنيه. أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن وفدا مكونا من 30 من الحكوميين ورجال الأعمال سيمثل دولة كوريا الجنوبية في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ برئاسة نائب وزير التجارة والصناعة، لافتا إلى أن مشاركة هذا الوفد هي تأكيد على رغبة الجانب الكوري في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع مصر. من جهته أكد السفير المصري بالجزائر عمر أبو عيش أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كلف رئيس الوزراء عبد الملك سلال بتمثيله في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ. اليونان أيضا أعلنت أنها ستشارك في المؤتمر بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الاقتصاد والسياحة والنقل الملاحي اليوناني يورجوس ساثاكيس، بالإضافة إلى عدد من الشركات اليونانية المستثمرة في مصر. كما أكدت فرنسا على لسان سفيرها بالقاهرة أن وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان سيترأس الوفد الرسمي لبلاده خلال أعمال المؤتمر، مشيرا إلى أن نحو 50 شركة من مختلف القطاعات ستشارك في افتتاح المؤتمر. انتهت أخبارنا الاقتصادية، ولكن بانوراما الثامنة ما زالت مستمرة مع زميلي فوزي جدلا وأمل رشدي. شكرا لك محمد. انتقد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارتن ديمسي سوء استعداد بعض وحدات الجيش العراقي التي تخضع للتدريب حاليا تحت قيادة الولايات المتحدة بغرض التصدي لتنظيم داعش الإرهابي. وأكد ديمسي خلال زيارته إلى العراق عدم وجود حاجة في الوقت الراهن لإرسال المزيد من الخبراء أو المدربين العسكريين الأمريكيين إلى العراق. داعش سيهزم بسبب الجهود المشتركة مع التحالف الدولي. إن 17 دولة بالتحديد العراق بالمدربين والمستشارين. يجب أن نتعاون مع العراق لتحديد الأهداف لعدم إصابة أي صديق، ويجب مهاجمة داعش وحماية المواقع الأثرية في العراق. من جانبه أكد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أن العراق طلب مساعدات من المجتمع الدولي لقتال تنظيم داعش الإرهابي. وأشار العبيدي إلى أن إيران تساعد بغداد بشكل كبير في حربها ضد داعش. المساعدات حقيقة احنا في وضع حرب، ولا يخفى على الجميع وضع المؤسسة العسكرية في المرحلة السابقة، وخاصة فيما يتعلق بالأسلحة والتجهيزات للجيش العراقي. وحقيقة احنا من خلال زياراتنا طلبنا المساعدات من أغلب الدول اللي تربطنا علاقات استراتيجية معها، وكانت على رأسها قوات التحالف والولايات المتحدة الأمريكية. حقيقة إيران تساعد في مجالات معينة، وضمن طلباتنا أيضا عندما نحتاج إلى شيء موجود في إيران ممكن أن نستفاد من عنده، وكذلك من الجانب الأمريكي. إيران تساعد الحشد الشعبي بشكل كبير، وتساند القوات الشعبية في العراق. وعلى جانب آخر، أعلنت قيادة عملية بغداد مقتل 84 إرهابيا من تنظيم داعش خلال عملية عسكرية بمحافظة الأنبار، بينما استعادت قوات البشمرجة الكردية العراقية السيطرة على العديد من البلدات جنوب مدينة كركوك العراقية. إلى ذلك، أعلنت الحكومة التشيكية موافقتها على بيعها للعراق 15 طائرة تدريب وقتال بهدف مساعدة بغداد في التصدي لتنظيم داعش. انتصارات متلاحقة تحققها قوات الجيش العراقي في مختلف المناطق في مقابل داعش، وذلك من أجل تطهير واستعادة المناطق التي يسيطر عليها. في نينوى تدور رحى حرب بين قوات البشمرجة الكردية العراقية ومسلحي التنظيم الإرهابي من أجل استعادة مدينة سنجار من قبضة داعش، فيما يواصل الجيش العراقي شن غارته على التنظيم الإرهابي من أجل تطهير مدينة تكريت الاستراتيجية. أيضا تم تدمير كثير من السيارات المتفقة، أصبحنا نمتلك من الجاهزية والخبرة بما يمكننا من التفوق عليه.
هجوم آخر للقوات الكردية على داعش في كركوك شمال العراق، حيث قامت بشن هجمات عنيفة مدعومة بضربات جوية مكثفة شنتها قوات التحالف الدولي من أجل إبعاد مسلحي التنظيم عن المدينة. ومع تلك التطورات تواصل القوات المشتركة العراقية جهودها من أجل تحرير الطريق الرابط بين بيجي وكركوك من مسلحي داعش، وفرضت سيطرتها على قريتين لقطع طريق إمدادات التنظيم بمحافظة صلاح الدين، كما تمكنت من تحرير أكثر من 42 قرية شرقي المحافظة، فيما قتل العشرات من داعش في غارات لطائرات التحالف الدولي عليهم. والمجتمع الدولي لا ينبغي أن يقف مكتوف اليد معقب إزاء كل ما يحصل من عمليات في العراق، وإنما أن يباشر بدور مادي ومعنوي. أما في الأنبار فقد فرضت القوات الأمنية العراقية سيطرتها بشكل كامل على معبر القناطر شمالي القرمة، فيما تمكنت من تدمير آليات وعتاد عسكرية لداعش، إضافة